تحية شادن لهذا اللحن الجميل ولكل عشاق شادن وكل عشاق الموسيقى الأكيد هي حاضرة معنا في صباح الشروق. حسام، ممكن يكون مع الظروف اللي عشناها في السودان سواء كان فيضانات وسيول أو حتى جائحة كورونا اللي شهد العالم كله كان في ميلاد لعدد كبير جدا من المبادرات التطوعية وعدد كبير جدا من المنظمات الخيرية المختلفة، ويهم ديل شباب السودان اللي حسوا بالمسؤولية واللي أكيد واقفين في نهضة وبناء هذا الوطن الجميل السودان. نحن اليوم في حضرة سودانيون لدرء الكوارث، هو أكيد مؤسسة هذه المبادرة الأستاذة سناء عمر. سناء، صباح الخير عليك عبر صباح الشروق. صباح النور، الله يخليك. أهلا بك، سعيدين بك. صباح الشروق، شلون؟ الله يخليك. ما شربت الشاي والقهوة برا ولا شنيتي؟ معنا كوباية فاطمة عملت حركات تانية دي نحن ما مسؤولين منها. أهلا بك. سمك فاطمة قالت الفطور حتفطر سمك، فبعد الحلقة طوال انت حتكوني قاعدة. ما علينا، معزولين نحن. نحن سعيدين جدا بك وسعيدين انه نتكلم عن مبادرة السودانيون لدرء الكوارث. خلينا بداية نتكلم عن المبادرة ونعرف بها كل الناس اللي بتابعنا الآن في صباح الشروق. ابتدت المبادرة أصلا بمبادرة مني أنا كخريجة للكوارث، كوارث الرباط، كلية الكوارث، إنه ما شايفة الأصحاب الخبرة في المجال ده شغالين فيه أكشلي، يعني خريجين القبلي وحتى احنا للان ما لاقيين فرصه، فقلت واي نوت تبدا من هنا، يعني نبداها نحن ريبريزنت اور سيلف، يعني كذا نشر روحنا، نعكس نفسنا بصوره ما، نبدا بالمبادره دي وبعد كده بنسهر. يعني في كوادر في شغل الكوارث دي، الكوارث ذاتها ما بس فيضانات وخريف وكذا، في كوارث من صنع الانسان، حروب، تشرد، انه حقوق المعاقين غيره، دي كلها تعتبر كوارث، كوارث مجتمعيه غيره. ف جميل. متى ان كان ميلاد المبادره؟ الفكره هي من بدري لكن نفذت واكشلي بدينا شغل في شهر 3 اللي فات مع الكورونا. يعني طيب، بدايه النشاط يعني كان مع الكورونا كاول نشاط، ولا في نشاطات مختلفه انتم عملتوها؟ اشتغلت نشاطات كثيره، يعني اكثر حاجه كان ريبريزنتد كده وبقينا بلوجو وبشغل كده رسمي، ده كان في جائحة كورونا، اشتغلت لذوي الاحتياجات الخاصة في اللوك داون ده، في حتى فترة الحظر ده كان في، يعني حسيت بانه اكثر الفئات المحتاجة للحاجة دي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، انه بيكون صعوبة عليهم في الحركة، في غيره، في يعني حاجات كثيرة، ضغوطات زيادة عليهم. صح. فركزت عليهم بالذات توفير مواد تموينية، توفير معقمات، كمامات، وتوعية، شغل كده متكامل. فكبر سبحان الله، وانه بدأ متأخر قبل رمضان بشوية. كبير ريتي ما متوقع ويكبر ولا شنو. كنت متوقع يعني الموضوع بس فريندز وفاميلي وتاع، لكن لقيت في سبورت الناس كمية، عجبتهم الفكرة. دائما عمل الخير بيكبر وبيمشي لقدام وبيتسهل. كان في حظر يعني حتى للتحويلات، وكان في صعوبة بالدعم وكذا، لكن ناس حتى من برا تصرفوا، الناس من هنا، يعني الشغل مشى بقى اراوند الخرطوم كلها، يعني جميل. بحر دمي. شكل العضويه والانضمام الان عامل كيف في المبادره؟ اوكي، بدينا اول شيء بالدفعه المختلفه في كوارث. مسكنا الفرن كده ورا. ايوه، بديت اول شيء بالدفعه الخامسه حقتي، ذاك الفوقي والحد الاولى كوارث، وذاك حاليا لحد اخر الدفعه اللي ما تخرجوا برضه معانا. بعد ذاك بقى في اكستندنج، الموضوع اتوسع، بقى ناس من برا يعني الجامعه، ما الا كوارث، ما الا كده، لكن في ناس ممكن يستفيد منهم خبرات مختلفه، يعني في كافه المجالات، يعني ماركتينج، غير اقتصاد، فنافعين انا جدا، يعني ناس كويسين وشاطرين ان شاء الله. جميل. يعني كوادر، البلد فيها كوادر بس اكيد عايزين فرص، عايزين زول يحركهم. اي بجد ان شاء الله. طيب، ذكرنا النشاطات اللي كانت اتعملت رسميا في ظل جائحه كورونا. طيب الان في ظل الفيضانات والسيول اللي ضربت مش الخرطوم، عدد من الولايات، كان عندكم تحرك من المبادره؟ اكيد، مشينا مسح ميداني، عملنا مسح ميداني شامل لاكثر المناطق تضررا والحتات اللي ما وصلوها الناس، نحاول نمشي الحته، نشتغل احنا كناس كوارث، بنبدا الحاجات
from down to top يعني من كذا بالطريقة الرسمية أي شغل مؤسس نعم يعني عشان نمشي نحكي ناس خبرة ونشوف الحلول شنو حتى الخيام لو ما تقوقة في حتة غلط جماعة هنا المفروض الحتة يمكن لما اللوزات حيصلكم حتة أعلى كذا فشغالين شغل تكنيكال حاليا شغالين على توفير مصدات للفيضانات حلو يعني فعالة أكتر من الشواويل ومتعبة وجهد وبدني ومادي وغيره دي تدفع مرة واحدة ممكن تستخدمها تاني وتالت لا قدر الله في أكيد هيحصل إن شاء الله ما نستخدمها ما زالت تاني وتالت دي مهمة جدا لأنه أنا عندي هنا أعرف هم سؤالين مع بعض خليني أقول واحد ما زالت إنه نجد حلول جذرية تماما وإنتوا كناس علميين في مجالكم دي رؤيتكم هنا بتكون هي المهمة المرجع لكم بيعتبركم أصحاب الكفاءة في هذا المجال وأصحاب الرأي العلمي ده النقطة الأولى النقطة الثانية أنتوا علميين ومجال الكوارث هو مجال نادر تماما أهمية الجانب الأكاديمي هنا يعني تماما في مسألة الكوارث أوكي أكاديمي بيكون أنت عندك الفكرة عندك النولج عارف المعلومة ولما تيجي في التطبيق بتكون عارف حتطبق تبدا بشنو الستبس حقتك لكن اهم حاجه من الجانب الاكاديمي التطبيق لو ما طبقته ما هيترسخ لك فعشان كده احنا بنقول الدارين كده الناس تدعمنا اي الحكومه قوليها بصراحه يعني ايوه الدعم المالي بالتحديد المالي والحكومي ذات الحكومه لو وفرت مثلا الاجهزه الاستشعار عن بعد دي كويسه يشتغلوا فيها ناس علوم كوارث اساسا هم بيعملوا لنا الانذار المبكر احنا بنعمل الاستجابه احنا وحمايه مدنيه شغل احنا شغلنا فيلد ديلك شغلهم تكنيكال هناك يعني ممكن من شهر واحد يقول لنا متوقعين فيضانات ثقيله امطار ثقيله في الحبشه كذا كذا انتوا بتبدوا تتحركوا ايوه من بدري بنعرف الحلول ثاني بحيرات نعمل دلتا حلول كثيره اتعملت وناجحه في حتات ثانيه انت بتستفيد التجارب السابقه يعني غير الشغل العلمي حقنا في تجارب سابقه ناجحه جدا هذول بيمشي عليها يعني تلقى امريكا جربت حيات كثير عملت سد لقت ضرها اكثر ما نفع بعد ذاك قامت خلت مثلا السدود دي بقت عملت حلول ثانيه اخرى الحته اللي كانت تضر دي دفعت للناس عملت لهم ايفاكويشن اجلاء لحته ثانيه امنه وبقت الحته دي يعني استفاده من التجارب الجانب الاخر من سؤالي ومساله وجود حلول جذريه تماما في منطقه من المناطق السنه اللي فاتت كان في فيضان الان في نفس المنطقه احنا عاوزين حلول جذريه تماما حلول بصفه علميه حاسين احنا دي اقترحناها مع بدايه الجائحه دي كبوستات وتسيرت وكذا لكن عشان تصل للجهات صعبه يعني انه مثلا قلنا بحيرات تتعامل كبحيرات من النيل متفرعه من النيل تحل مشاكل ثانيه مثلا في غرب السودان في شح في المويه انت لو عملت بحيره من النيل بتقلل على الضغط هنا وهنا بتحل لهم مشكله في السودان على جهه كسله على جهه دونقلة برضه يتفرع من النيل كده فشغل هيكون حلو فايده للجهات الثانيه وفايده للناس الموضوع حيقل شويه والترس ذاته ما بتكسر ثاني يعني الموضوع يكون ظريف شكلك انت متازمه جدا من قصه الدعم المالي ومن قصه التعاون مع الجهات المعنيه دارينك توصل لهم رسالة من صباح الشروق والله أتمنى الجميع يدعمنا يعني عشان الناس عندها بجد خبرات وإمكانيات عايز تقدم كثير محتاجين الناس تقف معانا وواثقين تماما إنه نقدر نقدم حاجة بجد بحلول مستدامة يعني ما بنحب نبدأ في شغل نوفر أكل دواء بس نقف على كده نقدم حاجة حل يكون ناجع للناس المتضرره دي وما يعني ما الضرر ما يزيد عليها بهموم ثانيه ماديه وهموم صحيه وغيره ان شاء الله يا رب نعم سناء حتسال لانه حنختم معاك انا عايز اسال سؤال اخير انا كشاب سوداني عايز انضم لمبادره سودانيون بلا كوارث عندكم مواقع في السوشيال ميديا عندكم مقر او كذا اوكي احنا تعاونت معانا شركه لامبي هي تسويقية يعني اتعاملت مع قد ماسكة الحلول التسويقية حقتنا كاملة جميل فما قصروا تماما عملوا لنا ويب سايت فيه حتى الدونيشنز اللي بتجي كلها فيها تتبع واضح وحتى حاجات المبادرة كلها
صور على النشاطات عموما. جميل. يلا فمسميناها spd-sd.org ده الويب سايت، وعندنا صفحة في الفيسبوك طبعا Sudanese Preventing Disaster. جميل. كويس يعني. شكرا يا سناء. الله يخليك. الله يسلمك. شكرا. تحية لهذا الشباب المبادر دائما. تابعنا ضيفتنا سناء عمر وهي مؤسس مبادرة السودانيون لدرء الكوارث. تعرفنا على هذه المبادرة وتجولنا في أنشطة المبادرة وأدوارها منذ جائحة كورونا وشهر مارس تأسيس المبادرة، وهي كانت فكرة قبل ذلك، جاءت صرخة ميلادها مع كورونا وتستمر وتتواصل ونتوقع منها الأكثر في المستقبل القريب، طالما هي تستصحب دائما الجانب العلمي والجانب الأكاديمي أهمية بمكان الاهتمام بمثل هذه الأشياء بطريقة علمية حتى نجد حلول جذرية. يتم دائما التواصل ما بيننا وبينكم، وسنصل إلى